كان عقلها ديالي ازليه في الراديو ازليه سموني وحش الفلا واسمي سيف ذو يزال، ارموني اهلي في الخلا وحماني الخالق الرحمن الازليه. انا عاقصه. شكرا. بارك الله فيك. وتحيه الفنان حسن الجندي. بغيت نسولك واحد القضيه سي كمال. مؤخرا درتي واحد الحادثه تسير، مؤخرا درتي واحد الاكسيدون. هذا شي عامين دابا ياك، وكنتي انت والمخنطر. اييه ياك. ولدك في سلسله وتقلبت فيك الطوموبيل. اه شبه يعني داني الناس. عاودينا شنو السبب ديال ديك الحادثه؟ هو السبب هو انني ما نعستش. هذا هو السبب. السبب كنتحمل مسؤوليته انا، يعني ما كان رمضان وجايين من وجده وانا ما ناعش، ولدرجه انني وليت كنقلب باغي نوصل دغيا، واللي زرب تعطل. انا ماشي غير تعطلت، يعني كنت غادي انت نعسي والمخنطر حتى هو نعس. حتى هو اللي كنت معول عليه زعما قلتها لك. هو كيشخر. قلت لي خصك تدوي معايا باش نعرف باش نبقى. واحد الوقت هو مشى وحتى انا مشيت، تلقينا راسنا. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. هذاك علاش الانسان ملي خصو يكون مثلا سايق وشاط الطريق خاص على الاقل توقف ساعتين ديال المكانه باش ترتاح. دابا الدرس انا صافي ولا صافي. يعني شربت وما يمكنش نسوق الطوموبيله ما كنتش مرتاح. واخا سي كمال، دابا حنا في البرنامج ديالنا كل ضيف كنعطيو 40 ثانيه كيهضر مع الجمهور وكيوجه رساله. انت مادام وقعت لك حادثه سير ودرتي اكسيدون بسبب النعاس، يعني ما قلتيش خصني نرتاح، قلتي خصني نوصل بكري، بغيتك تهضر مع الجمهور ونعطيك 40 ثانيه، شنو ممكن تقول لهم الناس اللي كيشدوا الطريق في 40 ثانيه قدام هذه الكاميرات؟ انا كندوي معكم بصفتي جربت حادثه سير وكانت حادثه شويه مؤلمه، وبسبب التهور ديالي انني ما نعستش مزيان وبغيت نوصل بالدغيا، وهذا كله يعني جا ضدي انا، فكنتمنى انكم ما تعاودوهاش. انا استفدت منها وبغيتكم انتم تستافدوا منها. بارك الله عليك. وصلنا سي كمال الفقرة ديال اونلاين، هنا عندنا مجموعة من الشخصيات اللي باغات تهضر معاك. مرحبا. غادي نسمعوهم وانت حاول تجاوبهم. متفقين؟ يلا. واحد يدير ومنها درتي لي هذيك عشانة ديال الشانتي وجوج جرادي، ضحكتي عليا عباد الله، وليت شوها قدام لي يسوى ولي ما يسواش، وزيد عليها الحسانة ولات مجموعة وراه مشدوني عليها. اجي بعدا خرجني دابا وجيب معاك لاكارت ناسيونال. اش تجاوب المخنطر؟ وا ولا كيبان مشرمل. وهذا هو يعني القضيه ديال التشرميل. انا من خرج هذه الدائره هذه ما بقيتش كنبغي شرمولة كاع في الدار. كيفاش كتجيك دائره التشرميل سي كمال؟ ظاهره يعني ما خصهاش تكون كاع في المجتمع المغربي. ما خصهاش تكون. ما خصهاش تكون. ولاش غنيتي عليها انت؟ فاش غنيت عليها؟ عمرك ما غنيت على التشرميل؟ لا ما عمرني غنيت على التشرميل. متاكد؟ لا. نشوفوا الفيديو؟ شوف. يلا. تغفل عليه يهرب عليه، واخا تعيا ما تحضيه، ويهرب كاع وعلاش لا، قبل ما تهرس وراه الكل وتخليه ونسيبه. شرملو تقليش. سولوني على المشرمين. واش نسي كمان؟ لا التشرميل اللي علينا به احنا ما عندنا حتى علاقه بالتشرميل اللي وصلنا ليه. احنا كنتذكروا على التشرميل ديال الماكله، شرموله تشرملو تقلي، يعني كنعرفوا ان الحوت كيتشرمل وكيتقلى. قلتي سولوني انا على التشرميل. سولوني على التشرميل ديال نسيبتي زعما كيفاش ان داك التشرميل ديال هذاك
ديك الحوارات الحاده معها دائما وكيفاش انها مخلينيش مرتاح في داري. انا بالنسبه لنا حنا داك هو تشرميل. وكون غنيتيها في هذا الوقت كنت شديتيها. كنت شرملت. سي كمال ولدك تزاد قبل ما دير حديدان ولا من بعد؟ لا تزاد مع حديدان. تزاد مع حديدان مع هذا و... ما كاينش باش المخنطر. تحية للمخنطر التفاني مزيان. وعلى ذكر المخنطر صديق ديالي واخ ديالي الصغير وعزيز عليا بزاف بزاف بزاف. تبارك الله عليه. عندك شي وليدات اخرين؟ لا عندي براء. الولد سميتو؟ براء. 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 تبارك الله اسم زوين. واسم قديم. براء تيجي اختو نسميوه براء. ان شاء الله. ان شاء الله. بغيت نهضر معاك فاطمه والشاي. مرحبا. وكامل الفلوس اللي غيعطيك رشيد انا وياك بالنص ونقولها لك من هنا ولا كبرتي كرشك ما نعاودش لك اش ندير لك ياك عاق النار حرشتهم عليك نتولك كاع اللحيه دابا نهبط لك الجمهور كامل ما يخلي لك حتى زغبه حق سيدي ربي. خارجه فيا نسيبتي. خارجه فيك الله. الا خارجه فيا بالله. كمال كمال واش الا كانت عندك شي نسيبه بحال هذه في الواقع اش دير؟ نطج. لا علاقه مع النسيبه مزيان؟ لا مزيانه بزاف صح. لا علاقه بالدلاله؟ لا 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 علاقه. سي كمال مور هذا الدور ديال حديدان واش ما كتشوفش انك يعني طحتي شويه في النمطيه وانك يعني ولا صعيب على الجمهور انه يشوفك في شخصيه اخرى؟ لا ما نظنش. درت يعني اعمال مسرحيه من وراء حديدان اللي كان عندها كان انطباع يعني مزيان وتفت التلفازه يعني يمكن ما تقدر ما تكون في المستوى ديال حديدان كشخصيه هذا ولكن على حساب ملي كنقولوا مسلسل ديال حديدان كنقولوا السيت كوم ولا سيت كوم يعني ضروري السيت كوم ما كيطلبش شي حاجه زعما كبيره ادوار يعني شخصيات عاديه انك تدخل الفرحه على الناس وصافي ما يمكنش نصنفوها في ادوار كبيره ولا واش ممكن كمال يعيش بالشخصيه ديال حديدان دائما في المسار ديالو كامل بحال شارلي شابلان بحال اللي شفنا مستر بين بحال لا ما نقبلهاش لا ما نبغيش لا يعني حديدان نعتبره انه ساله دابا؟ حديدان انا بالنسبه لي الا بغيت الا بغيته يخدم عاوتاني غادي يخدم في المسرح في التياتر او لا في السينما ولكن في كمسلسل ما يمكنش. الدور ديال حديدان يعني تيلمون شافوه الناس بزاف وعجب بزاف ديال الناس لدرجه ان بزاف ديال الناس ولاو كيقلدوك. شتيهم ولا ما شتيهم؟ شتيهم. غادي نشوفوا فيديوهات ديال الناس اللي قلدوا حديدان. نشوفوا الفيديو ونتلاقاو يلاه. الله يخليك قلتي لنا الدور ديال سي حديدان. وزير الاخر عرفوكم شطر وزير يتقلب وكواك الحق وادو حق هكاك. ها جيتكم وما جيتكم على الرعم الرعم ولد الرعم برنامج كيدوز في الدوزام نهار جمعة مع 9:30 ديال الليل جديدة واش هو رشيد شو جوج سامحيني ها ناري دواها شافني ناري. شكرا بعيدك هكا سي كمال. لا انا هكا ديما والله العظيم ماشي زعما من المدرسه وانت مربي. لا ديما انا هكا درويش زعما درويش وانت عارف زعما راك والله اذا انا عارف راك فايت خدام معايا وجميل فيك سي كمال في سيرسان انك كتمثل وكتغني وكتلعب الات كما قلت لك وشت عندك حوارات يعني كتحاور بالات موسيقيه يعني كتقول الحوار ديالك وميم طون كتقولو بالغناء دير لنا واحد التجربه زوينه دابا غادي نعطيك البندير وانا غنشد دربوك ياك وغادي نسولك بالغنى وتجاوبني بالغنى سير اسمي متفقين يلاه تصيقات على كمال شوف غنسولك
ولكن بالغناء وتجاوبني بالغناء. صافي مشات. السلام عليكم. قول لي يا سي كمال اش نقول لك؟ واش عمرك تشديتي؟ ما عمرني تشديت. قول والله. والله والله. حلف بالله. والله والله. كمال. نعم. واش؟ واش؟ واش كتبغي مرتك؟ هي كنبغيها؟ ها؟ كنبغيها. ما تقدرش تقول لا، ما تقدرش تقول لا. واش عمرك تكريسيتي؟ لا ما عمرني تكريسيتي. بحال كتقولي مكريسيوني دابا. جامي؟ جامي. جامي؟ جامي. قول والله. والله والله. قول والله. والله والله. كمال. نعم. راك عزيز عليا بزاف. اعز معزوزك يا خويا. الله يحفظك ليا. الله يخليك ليا. فاش عيطولك البرنامج واش تخلصتي؟ باقي ما شفت والو. بزاف الناس قالوا 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 كمال تربحتي كمال تربحتي مورا حديدان اش تجاوبهم بالموسيقى وفين انا وفين انت من ترفاح شكون هو الممثل المغربي اللي كعجبك بزاف انا كاع الممثلين المغاربه كيعجبوني بزاف بركه من دبلوماسيه عيقتي ترتي اجمع اجمع راسك وشكون قال لك انا دبلوماس على انا خدام في الوزاره الخارجيه بارك الله سي كمال الله يبارك فيك سي كمال وصلنا للمرحله ديال الصراحه غادي نطرح عليك بعض الاسئله وبغيتك تجاوبني بكل صراحه سعد سعد شنو هي اكثر حاجه كتخوف كمال قديم بالنسبه لي اكثر حاجه اللي كتخوفني ما يعني مآمن بالقدر ما كنخافش يعني ما عنديش تخوف من المستقبل بقدر ما كنخاف من الناس اللي عشتهم وعشت معهم لحظات جميله انني نفقدهم وكنتذكر في هذه اللحظه الوفاه ديال الوالده ديالي الله يرحمها لان فعلا كانت عندي بها علاقه كبيره وفعلا بحال كنسمعوا دائما انك الا فقدتي الام يعني ما كنتش هاد العباره ما كنتش كندافع يعني ولكن مني فقدت الوالده ديالي عاد حسيت بها حسيت على ان الام ركيزه اساسيه للابن ديالها والحمد لله على كل حال كمال نهار درتي ديك الحادثه ديال السير نهار درتي لاكسيدون في اللحظه ديال لو شوك شنو هي الحاجه اللي طاحت لك في بالك ديك الساعه ما نكذبش عليك ما انا ما عرفتش كيفاش يعني شي حاجه اللي جاتك انا ما فهمتش ولكن الكلمه الوحيده اللي قلت هو انني مني حسيت مني وعيت بالاكسيدون هذا قلت الحمد لله والشكر لله هذه يعني الكلمه اللي قدرت نقول عاد نط كنشوف اش ممكن يدار كمال كاديمي دابا المغرب كله كيتفرج فيك شي حد درتي فيه شي نهار شي حاجه خايبه وما سامحتيش راسك عليها واليوم طلب منه السماحه شنو تقول ليه انا اولا ما على ما اعتقد ما عمرني درت في شي انسان شي حاجه خايبه وانا حريص على انني ما نديرش شي حاجه خايبه لشي انسان كمال كندوي معاك بصراحه بصراحه لا كندوي معاك بصراحه ولكن
رغم هذا فأي واحد اللي كيحس أنني ظلمته فيسامح لي. كمال كاظمي شخصية حديدان، أكثر شخصية ولا أكثر عمل اللي قرب أكثر من الجمهور ودار لك انتشار واسع، يعني المغرب كله ولا كيعرفك، المغرب كله ولا كيبغيك، شكون هو الشخص اللي كان ليه الفضل عليك في أنك تكون حديدان؟ الفضل هو اولا الفاطمه بوكدي، لانها دائما كنقول ان الانسانه انصفتني بحكم انني كنت كنشتغل بالمسرح وكنت متميز وحصلت على جوائز، ولكن ما كانش واحد الحضور عندي بالنسبه للتلفزيون كبير، ما عرفتش هذا السبب، ولكن جات فاطمه بوكدي ونصفتني، عطتني دور بحكم انها شافتني سيرسان وامنت بالاداء ديالي وسندت لي مشاهير حديدان، ادوار كثيره اللي وصلت لي الحديدان، وكنشكرها وكنشكر كذلك لان بزاف الناس ساهموا في تكوين شخصيه كمال كاظمي الممثل والانسان. ما ننساش الاب ديالي كاظمي عبد الرحمن، لان يعني زرع فيا مجموعه من القيم اللي الان باقي يعني كان آمن بهم وباقي كنمشي في طريقهم. ثم ما ننساش الام ديالي الله يرحمها وجداتي الله يرحمها، ويعني كثير كثير داكشي. ما انا ماشي من الناس اللي كنبغي يعني غير صافي كبرت وهذا ولا تعرفت ولا تشهرت ولا وليت ناجح، انني ننسى. واي واحد ما ننساش الاسره ديالي الصغيره والكبيره، ما ننساش الاصدقاء، ما ننساش الزوجه ديالي، ما ننساش الابن ديالي اللي كنقول لهم انهم يسمحوا لي الا كان شي تقصير، واخا انني انا ما كنظنش انني مقصر من هذه الناحيه هذه، ولكن كنقول لهم يسمحوا لي وراه كنبغيهم بزاف. كمال كاظمي. شكرا لك سي كمال، شكرا لك، شكرا على الصراحه ديالك، وشكرا على تلبيه الدعوه. لا شكرا. اخر مرحله في البرنامج هي مرحله ديال مجدي شي مجدي شي اش بالك نشوفو، تعرف على التحدي ديالك نشوفو. يلا حالا. كنعرفوا السي حديدان انه انت بطل في التحرميات، هذاك الشيء علاش اليوم في راشيد شو جبنا واحد السحار سبيسيال اللي غادي يحدهم لك كاملين وفي ثلاثه ديال الدقائق. استعد. هذا هو التحدي ديالك سي كمال، دونك خصك تطيح على الحيله اللي كيديرها الماجيسيان. انت عندك مال الحيل والتحرميات، خصك تطيح على الحيله ديال الماجيسيان. واخا سيدي نشوف. نوض معايا وغادي نعيط على صلاح الدين لو ماجيسيان. صلاح الحمد لله. حديد دان اعطيني البورتابل ديالك. دابا خصك دير لو تور خصو هو يتعرف كيفاش دير. اكيد نعم. الحيلة. ما يعيقش. اكيد. هذا البورتابل حل هذه القراءة عافاك. حاول تخشي لنا هذا البورتابل في هذه القرعه. راه تليفوني هذاك. لا ممكن نحاول. جرب جرب انت شوف. يلا لوح زين. نقدروا غير الماجيسيان يقدر ينفخ في القرعه هكا. ياخذ درهم؟ لا هاي. واش عندكم شي عقل كتسناو شي بورطاب في قراءه؟ وكنحسبوا ملي جا عندنا حديد دار غنديروا 1 2 3 دودون.
شكرا. الوغ اش هذا العجب؟ اش بان لك؟ اش بان لك السي كمال؟ بان لي هو ان القراءه كانت ديجا محلوله. وملي عطيناك القرعه تقلبها علاش ما شتيهاش محلوله؟ لا انا كان في يدك شتا محلوله. لا عطيتك القرعه تقلب. لا دابا اش دابا اش درتي انت درتي ها 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 شعلتي من هنا وشعلتي من هنا. عاد حديد دار انا معاك. واخا عارفين بان الزوجه ديالي والزوجه ديالك والزوجه ديال رشيد لا عنده شي زوجه ما عارفش. حنا الا ما جبتيش الكادو ديال عيد الزواج ولا عيد المارياج 364 ولا 65 يوم كتضربها في زيرو ياك؟ تماما. فانا كنجي كناخذ غير جوست. لا ما جيت 300 ما كتباتش في الدار. اكيد ما فيهاش نقاش. سي كمال كناخذ يمكن نشوف هذا الشيء اليوم ما غنباتش. المهم انا ملي كنوصل حتى للباب كنتفكر بان ما شريتش الكادو المدام. الوغ شنو الحل يا ماجيسيان؟ شنو الحل يا صلاح؟ كناخذ هكا ورقه بو دو بابي وكنصاوب ليها ان كوليي هكا. فانا كنجي كناخذ ان بو دو بابي هكا سا دوفيان البا. هادي هربات لك اخويا حديد. هذا كادو قديبي الغرام باش ما تباتش في الزنقه اليوم. سي كمال يلا شنو هي الحيله اللي دار؟ الحيله هو ان هذا كان مغطي بهذاك او ما شنا والو كان ذكرت نورمال. لا ولكن واش عطاني قلبت ان شاء الله غادي تشوف الحلقه ان شاء الله وغيبان لك بان ماشي هذاك الشيء اللي بان لك. واخا ودابا لو تخوازيام تور. لو تخوازيام تور. المهم غنوريك دي كارت كتشوفوا حدا مدي انا راه حتى ديما كيتحجج كيقول لك ما وليتينيش. اجي رشيد اخويا هنا. انا اخويا. هاكا هانت سي بون دي كارت نورمال. انت تقول ستوب. فين قلتي ستوب غنوقف. صافي يلا ستوب هنا يلا وريها الجمهور. شي لي كارت بلايصهم طمنك شافي ما بغيتي. داكور دابا لا كارت ديالك كاينه هنا الوسط. داكور لا غناخذ هاد لي كارت غنجبد واحد السلسله ديالي قلبهم سي بون. داكور هاد السلسله هادي غندير سي بيان فوطخ كارت. قلبها زقلت قلب. دخلت على كمال. شكرا سي صلاح الدين تبارك الله عليك. ميرسي بوكو. شكرا لكم. السلام عليكم. شكرا.